ثم ذكر رحمه الله باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن الفوائد أن الإلحاد أنواع: أولا تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، وذلك كتسمية الفلاسفة له بأنه علة فاعلة أو أنه عقل مدبر. النوع الثاني من أنواع الإلحاد أن يوصف جل وعلا بما لا يليق به، كما قالت اليهود: يد الله مغلولة. ثالثا نفيها، وذلك كالجهمية فإنهم ينفون الأسماء والصفات، وهذا من الإلحاد فيها. رابعا تحريفها، كما قالت الأشاعرة: إن يد الله بمعنى النعمة. خامسا اشتقاق أسماء منها للأصنام، كما ذكر هنا قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وهذا صنيع الكفار.